مرحبا بالجميع. اليوم بقدم لكم درسنا الخامس باللغة الإنجليزية للمبتدئين، واللي رح منركز فيه على الحروف الأبجدية باللغة الإنجليزية. والسبب ليش أنا اخترت الحروف الأبجدية كموضوعنا لليوم هو عشان نطق الحروف رح يلزمنا كتير لدروسنا باللغة الإنجليزية القادمة. وبهالدرس رح منشوف إنه كل حرف مكون من ثلاث أشياء. أولاً مكون طبعاً من شكله، يعني من الطريقة اللي نحنا بنكتب فيها الحرف. ثانياً مكون من اسم، اللي هو اسم الحرف اللي بنستعمله لنهجي كلمات. بينما الشيء الثالث هو اللي نحنا مهتمين فيه الأكثر، واللي هو نطق الحروف. ونطق الحروف هلا أنا رح أعطيكم اسم الحرف ورح قلكم كيف بيتنطق هالحرف، أو هن كيف بيقولولنا هالحرف بيتنطق لما بيعلمونا اللغة الإنجليزية. ولكن مثل ما رح بتشوفوا، لما رح أعطيكم كلمات دخلها هالحرف وأنا رح أعطيكم كلمات دخلها هالحرف، رح حاول يكون بأول الكلمة، بنص الكلمة، وإذا بقدر كمان بآخر الكلمة. مش دايما بلاقي الكلمات الصح، ولكن مثل ما رح منشوف لما رح ننظر إلى هالكلمات إنه أوقات كتير لكتير من الحروف الإنجليزية في نطق بيختلف عن النطق الرئيسي، يعني الحرف ممكن يكون له أكثر من صوت. فأنا رح أعطيكم مثل ما قلت الكلمات، الكلمات مش رح قلكم شو بتعني، يعني مش رح أحطلكم الترجمة، لأنه نحنا اليوم ما رح نركز على معنى الكلمات، رح نركز على نطق الكلمات ونطق الحروف بالكلمات. هذا اللي رح نركز عليه، فبدنا نستمع وبدنا إذا بتحبوا تنطقوا معي كمان أفضل. والشغلة الثانية اللي كتير كتير مهمة اللي بس بحب أوضحها هي أني رح قلكم كيف بننطق الحروف والكلمات، ولكن مش رح أقدر أشرح لكم اليوم ليش أوقات بننطق هالحرف بهالطريقة ومرة تانية بننطقه بطريقة تانية، لأنه إذا بدنا نشرح النطق لكل الحروف رح بتضلكم معي من هلأ لبكرة الصبح ورح تزهقوا. Ready? Let's go! رح قلكن الـ A B C بطريقة سريعة. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. A, 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 A. مثل مثلاً B, apple, apple. ولكن اسمعوا هالكلمات. About, share, late, father, tall. حرف الـ A تحول إلى تقريباً خمس أصوات مختلفة. الحرف الثاني B B B B Boy Baby. ولكن اسمعوا هون. Climb Doubt. هون بكلايم وداوت ما نطقنا حرف الـ B. لنستمر. C K C K Cat Cold Cut. ولكن اسمعوا هالكلمات. Cell City Cycle. صوت الك تحول إلى س. D D D D drive middle mad. ولكن للي عم يتابعني بقاله فترة بتتذكروا انه عملنا فيديو عن الكلمات او الافعال اللي بتنتهي بمقطع ed بالاخر، وشفنا فيه انه حرف الd بكتير من هالكلمات بيتحول من d الى t. talked worked e a E A Elephant Better. ولكن شوفوا آخر الكلمة. House حرف الإي ما نطقناه. Recipe Recipe.
مش بس نطقنا حرف الإي ولكن تحول إلى صوت إي. recipe. F. F. friend. beautiful. of. ولكن اسمعوا هالكلمة. of it. of it. مش of it. of it. صوت الاف تحول الى صوت في. صوت رح نشوفه باخر هالفيديو. جي. غ. جي. غ. go. girl. get. ولكن اسمعوا. gel. giant. صوت الغ تحول الى صوت ج. h. او مثل ما بعض الانجليز بيقولوا h. h او h اثنيناتهم مقبولين ولكن h يمكن انيقة شوي اكتر. h. 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 hotel. history. behind. ولكن استمعوا لهالكلمتين. our. honor. حرف ال H ما نطقني ما في صوت ه. our. honor. I. E. I. E. it. ship. taxi. ولكن استمعوا لهالكلمات. ice. time. website. حرف ال I نطقناه مش كصوت E ولكن كصوت I. J. 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 job. jeans. enjoy. K. 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 kitchen. sky. look. ولكن استمعوا لهالكلمتين. knife. no. حرف الكي ما نطقني. knife. no. l. ل. l. ل. learn. english. please. ولكن اسمعوا هالفرق. milk. feel. ممكن تكونوا سمعتوا انه اوقات بننطق حرف ال L كصوت خفيف واوقات بننطقه بصوت تقيل اكثر، وهيدا فيديو جاييكم كثير عن قريب عن نطق حرف ال L. واسمعوا كمان هالكلمه salmon. salmon ما نطقنا فيها حرف ال L. M. م. M. م. mother. important. arm. n. 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 new. money. fun. ولكن استمعوا لهالكلمة. column. column. ما نطقنا حرف ال n باخرها. column. o. 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 open. color. information. يعني بهالكلمات هيدين نطقنا حرف ال O بطريقة شوي مختلفة. P. 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 صوت كتير كتير صعب علينا. P. P. play. apply. sleep. Q. 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 Qu. quiet. equal. Q. quiet. equal. Q. Q ما فيها صوت لكو فيها بس صوت ك. Q. R. 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 كمان هيدا صوت كتير كتير صعب علينا. A مش R و رر مش رر. رر. red. round. sorry. ولكن لنشوف هالكلمتين.
آم كا صوت الا ما نطقناه آم كا. وانا عملت لكم فيديوهين عن صوت الا، اذا بدكم المزيد من المعلومات عن هالصوت رح يكون اللينك موجود تحت هيدا الفيديو. اس اس snake house books. ولكن شوفوا هالكلمات: music houses reason. حرف الاس تحول الى صوت ز. music houses reason. t table bottle eat. ولكن اسمعوا هالكلمات: often. كمان ممكن نقول often ولكن النطق الصح هو often. often listen castle. ما نطقنا صوت التي. you you umbrella ugly upset. ولكن اسمعوا هالكلمتين: union universe. حرف اليو ما نطقناه ك أ ولكن ك يو. union universe. v v v van have. ولكن اسمعوا الفرق بين هالجملتين: I have it I have it I have it v. I have to I have to I have to. حرف ال V تحول إلى صوت F. I have to. W W W W World Watch Window. ولكن شوفوا هالكلمتين: write rap. حرف ال W قبل حرف ال A ما نطقناه. write rap. X X X بنص الكلمة وباخر الكلمة بننطقه كأنه حرف K وحرف S مع بعض: box fox taxi. ولكن أول الكلمة ما بننطقه بهالطريقة، أول الكلمة حرف الإكس بيتنطق كأنه ز xenophobe. ولكن هيدا باستثناء كلمات مثل X-ray اللي هي عبارات نحن مختصرينها من كلمات أخرى، فهون منقول X-ray ما منقول زراي. X-ray. ولكن عادة حرف الإكس بأول الكلمة بننطقه كز xenophobe. Y Y Y Y Year Young Way. ولكن لنشوف كلمتين تانيين: Cry Cycle. يعني هون حرف الواي ما نطقناه كي ولكن كاي. Cry Cycle. وآخر حرف زد باللهجة الإنجليزية البريطانية: زد ز زد ز زب. lazy quiz. وهيك بنكون وصلنا لاخر درسنا اليوم، بتمنى انكم تكونوا قد استفدتوا منه. مثل العاده اذا بتعرفوا حدا عم يتعلم اللغه الانجليزيه من الصفر يعني مبتدئ، من فضلكم ما تنسوا تخبروه عن هالقناه او عن صفحه الفيسبوك اذا بتتابعوني على الفيسبوك. اذا عندكم اي تعليق او اسئله خبروني، وبشوفكم بالدرس السادس. باي.